في اخ سائل، اخ من الجزائر يعني، بيقول ان انا كنت مدين لاحد الاشخاص بمبلغ 50,000 دينار جزائري منذ 20 عام، ولما تيسر لي سداد الدين ذهبت لي عشان اعطيه هذا الدين، لكنه رفض اخذ المال وقال لي سوف اخذه عند الله، فما حكم الشرع في هذا الامر؟ طبعا الفلوس اكيد قيمتها قلت خلال 20 سنه دكتور. طبعا قيمتها قلت. هنا الاولى ان الاخ طبعا يعوض صاحب هذا الدين، خاصه ان كان الامر عن قال مش قادر. هل كان معسرا؟ طب هل ذهب لصاحب الدين قبل ان يسدد يطلب منه السماح والصفح، سامحني انا مش قادر اصبر عليا؟ انه واضح ان المساله بينهم بجر، لانه طبعا ان واحد يقول فلوس يقول له لا ساخذهم عند الله، مش قال له لا هاخذهم وما تبقى لي عند الله، لا ده معناه ان المساله يعني مر الشخص ده بازمه والامور وكان محتاج فلوس وطلب من الاخ وقال له لا ما اقدرش ما عندي، اتفق على ما قدرش. طبعا في تفاصيل واقعه هنا في النص، اللي يوصل صاحب المال الدائم لهذه الحالة إن رافض يأخذ الفلوس اللي يوم القيامة، لا ده معناه في تفاصيل تمت في النص، الأخ طبعا مش قايلها بس إحنا نقدر نقرأها من بين السطور يعني، وإلا الواحد يبقى ليه دين عند واحد ما بيصدق إن جه يسدده، إنما لا ده أنا رافض معناه إن أنا يائس منه واخد على خاطري واخد كبير، كنت واثق لما اديتك الدين انك هتجيبه ولكن طلبته في عز وقتي لا ما معيش، النهارده جت تقولي بعد كل سنين دي بنفس المبلغ، لا طبعا دي معناها ان في النفوس شيء لابد ان تعالج، ان ماذا افعل ماذا تفعل؟ ترضيه حضرتك، ترضيه حقوقه. اي نعم.